تعيد مشاهد نزوح اللبنانيين المتواصل من مناطق الجنوب جراء العدوان الاسرائيلي للذاكره، مشاهد مماثله لفلسطينيين كانوا يهربون من شمال غزه الى جنوبها هربا من عدوان الكيان ذاته. القت حركه النزوح الواسعه تلك بظلال من الشكوك حول مستقبل الطلاب في البلاد بعد تحويل المدارس والمعاهد لمقرات ايواء للنازحين. حركه نزوح واسعه من الجنوب باتجاه بيروت جراء القصف الإسرائيلي أعادت للذاكرة مشاهد مماثلة للفلسطينيين كانوا يهربون من شمال غزة إلى جنوبها هربا من ذات القصف الإسرائيلي وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب قال إن عدد النازحين يقترب من نصف المليون حتى الآن بينما تواصل المنظمات الإغاثية جهودها لتوفير أماكن بديلة للذين نزحوا من الجنوب أعضاء بلدية الصيدا من جانبهم قالوا إنهم استقبلوا ثلاثة ألاف نازح وافتتحوا حتى حتى الآن 14 مدرسة لاستضافة هؤلاء النازحين نشهد ظروف استثنائية عم يمر فيها يمر فيها لبنان وجنوب خاصة من امبارح بنستقبل عدد كبير جدا من النازحين اليوم فتحنا المدارس بصيدا فتحنا ما يقارب تقريبا 14 مدرسة حديث هذه اللحظة من امبارح استقبلنا حدود 3000 نازح داخل هذه المدارس والاعداد عم بتزيد هو اذا كابوس يعيشه الداخل اللبناني جراء العدوان الاسرائيلي، سجلت عده مناطق بلبنان حركه نزوح واسعه نحو بلدات مجاوره، وتمثل هذه الموجه من النزوح الاكبر من نوعها لسكان جنوب لبنان، وشملت مناطق بعيده عن خطوط المواجهه الاماميه على طول الشريط الحدودي.